بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم، كده تمام؟ تمام. طيب نبتدي نتكلم في الموضوع بتاعنا وخلي الأسئلة للآخر. اتكلمنا احنا في الفيديو اللي فات عن قلنا الجزئين الأساسيين في تصميم المواقع، الـ User Interface والـ User Experience. تمام. اللي عندها CS5 عادي مفيش مشكلة، كملي معانا. بس في نقطة، مش في كذا نقطة كده مش هتبقوا متوفرين عندك. تمام. اتكلمنا عن user interface و user experience، وقلنا ان دول اساسيين، حاجتين اساسيتين مهمين في عالم تصميم المواقع، وقلنا ان مفيش حد من العرب بيتكلم عن الموضوع ده. الموضوع ده منتشر عند الاجانب باساس، او قبل ما حد بيتكلم يصمم مواقع بيدرس user interface و user experience. أنا لو حاولت تعمل سيرش عن بالعربي للأسف مش هتلاقي، لأن مواقعنا لم تتطور إلى هذا المستوى. اليوزر انترفيس قلنا إنها خاصة بالتصميم وواجهة الموقع، وبتعتمد على نوع التفاعل اللي في الموقع بتاعي واليو اكس اللي هي اليوزر اكسبيرينس. تمام. التفاعل مثلا موقع شوبينج اونلاين، موقع تواصل اجتماعي، هكذا. كل موقع له نوع من أنواع التفاعل ونوع من أنواع الـ User Experience. الـ User Experience هي خبرة المستخدم، خبرة المستخدم المستهدف. مين هو المستخدم المستهدف عندي؟ لو أنا مثلا عاملة موقع شوبينج أونلاين بيبيع مثلا لابتوبات، أوكي، بيبيع لاب، وبيبيع لاب معين بخصائص معينة، مثلا للناس اللي بتشتغل جرافيك زينا كده، ليه خصائص معينة. طيب مين اللي هيبقوا مستهدفين في عملية البيع دي؟ مين الناس اللي هيطلع لها الواد ده؟ فترة ما بين 15 سنة و 30 سنة. تمام. هي دي فئة الشباب. اوكي، اعمل ريفرش. حد يقول يا جماعة اكتب لي اعمل ريفرش. قلنا مثلا لو انا بتكلم عن هنبيع لاب بخصائص معينة، مثلا رام عالي، بروسيسور عالي، هكذا. لا، احنا بندرس جرافيك فوتوشوب. بس قبل ما ندرس الفوتوشوب يا هشام، قبل ما تدرس تصميم مواقع لازم تعرف الحاجتين دول. مش عاوز تعرفهم مفيش مشكلة، لو انت مش عاوز تتعب نفسك بس عشان تبقى حد احسن، انا بنصحك ان انت تقرا الكتاب ده وتتعلم يوزر انترفيس ويوزر اكسبيرينس. انا نفسي لما قريتهم انبهرت بصراحة. يعني عندنا حاجات احنا كتير احنا مش مراعينها في المواقع بتاعتنا. حاضر، هجيب رابط الكتاب بس نخلص كلام. زي ما قلنا، اوكي، هجيب لكم اللينك، بس هفهمكم حاجة قبل ما اديكم لينك. قلت لكم انه اليوزر اكسبيرينس هي خبرة المستخدم. تمام. لو انا دلوقتي هبيع لاب، اللاب ده بمواصفات معينة، رام عالي، بروسيسور عالي، مواصفات عالية، اللاب ده للناس اللي بتشتغل مثلا الجرافيك. طيب مين الناس دي؟ مين الفئة العمرية اللي هبقى انا مستهدفاها بكده؟ فئة من 15 سنة ل 30 سنة مثلا. طبعا مفيش حد اكتر من كده هيبقى بيشتغل جرافيك حاليا، ومفيش حد اقل من كده هيبقى بيشتغل جرافيك. طيب الناس دي هل اقدر احكم عليها كلها انها ما بتفهمش غبية؟ لا. هل اقدر احكم عليهم كلهم انهم اذكياء جدا وبيفهموها زي ما بيقولوا وهي طايرة؟ برضه لا. ولا اقدر احكم ان الناس كلها مستواها في الذكاء متوسط. طيب اليوزر اكسبيرينس او خدمة المستخدم بتعتمد على عمل واجهة للموقع بتاعي. تمام. عمل واجهة للموقع تراعي الثلاث انواع من الناس: الذكي والذكاء المتوسط والذكاء الاقل، الصغير والكبير،
والعمر المتوسط. تمام، الكلام عليهم كتير مش هيخلص في دقيقة أو دقيقتين. الكتاب اللي هو A Budget Guide to User Experience Design، الكتاب فيه كل حاجة وشرح كل حاجة، وأدي اللينك بتاعه، أنصحكم إنكم تقروه. لو مش عايز تقرأ أو مش عندك وقت أو مستعجل إن أنت تشتغل، أنت ممكن تشتغل عادي مفيش مشكلة، بس أنا بنصحك إن أنت تقرأ الكتاب قبل ما تبتدي تتعلم الجرافيك أو الويب ديزاينر. سوري، هذا لينك الكتاب. مفيش صورة يا حنين، احنا صوت بس. تمام، لينك الكتاب يا جماعة، كله ياخده وينزله. معلش الكتاب بالانجلش، حاول بس اللغة بتاعته سهلة، يعني حاول لو انت فتحت جوجل معاك وانت بتقرا هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. تمام، قلنا بقى اتكلمنا بعد كده عن الشكل التقليدي، لان طبعا في الكورس مش هنقدر نشرح كل ال user experience وال user interface. بصراحة مش عارفة هو كام صفحة، يعني في صفحات إعلانات كتير بس 6 صفحة. بعد كده اتكلمنا عن الشكل التقليدي للموقع، عندي header فوق، عندي sidebar على الجنب، عندي content في النص، عندي footer تحت. الهيدر فوق بيبقى فيه اللغات، بيبقى فيه شعار الموقع، بيبقى فيه المنيو بار أو الماب بار بتاعتي، بيبقى فيه أحيانا لينكات التواصل الاجتماعي، وممكن نحط لينكات التواصل الاجتماعي تحت. وانتي تلتزمي بالأساسيات، في أساسيات مينفعش تبعدي عنها، ممكن تعملي شكل خاص بيكي لو انتي مثلا بتعملي منتجة أو كده، بس ده هيبقى متناسب معاكي انتي. بس هل الشكل اللي انتي بتقوليه ده او اللي انتي محدداه هيكون متناسب مع ناس تانية؟ لا، هي دي اليوزر اكسبيرينس اللي قلناها، ان شكل الموقع بتاعه يبقى متناسب مع كل الناس. لو انتي عملتي الشكل الخاص بيكي ممكن مش كل الناس تفهمه. تمام، تمام. بعد كده قلنا السايد بار بنحط فيها الانفورميشن، السكشنز اللي العميل مديها لي، وقلنا ان انت لما بتروح تقعد مع العميل بتسمع له قبل ما تبتدي تتكلم، بتاخد منه بيانات معينة، بتاخد منه السوشيال لينكس، بتاخد منه الصور، الانفورميشن، كل حاجة بتبقى عندك، ما بتجتهدش في ولا حاجة غير في ترتيبهم بالشكل المتناسب. عشان ناس كتير برضو سألت نفس السؤال، هو انت كنت بتجيب المعلومات دي منين، او اعمل سيرش ازاي، او اختارها ازاي المعلومات والبيانات. احنا افترضنا فعلا ان في عميل جه طلب مننا الموقع بالشكل ده وادانا البيانات. هو ما كانش في موقع تحميل، هو كان في كتاب، الهيدر في المنيو ده كتاب ال User Experience Project Guide to User Experience. بعد كده قلنا إن في شكل تاني، شكل دارج برضو أكتر. إحنا بنتكلم عن تصميم مواقع، إحنا بنقول نفس الكلام اللي قلناه في المحاضرة المسجلة، يعني أنت لو سمعت المحاضرة المسجلة ممكن تخرج من هنا لو مشغول أو حاجة، فإذا أنت معانا إحنا معملناش حاجة جديدة خالص. بعد كده اتكلمنا عن ان في شكل تاني اللي هو بيبقى هيدر فوق والكونتنت نازله تحت من غير سايد بار، كلها نازله تحت بعدها، وعندي في الاخر فوتر النهايه اللي فيه بيانات التواصل، بيانات الاعتراف، الكوبي رايت، فيزا، البيمنت، كل الحاجات دي بتبقى تحت. تمام، عملنا الموقع هتنزل المحاضرة الجزء التاني، هتنزل ان شاء الله. هو خلاص المونتاج وصل عندي 60%، خلص وارفعه. ده الموقع هو بالشكل ده بعد ما خلص كله. طبعا هو هنا ممكن يكون بكسل بس عشان احنا مكبرين زيادة عن اللزوم. تمام، شفتوا الموقع بالشكل ده. في حد ابتدى يعمل الموقع؟ انا مش شايف اي تطبيق معايا بصراحة، اتضايقت جدا عشان كده. في حد ابتدى يطبق؟ مش شايف حاجة. UX اختصار User Experience، خبرة المستخدم. ده هي المناقشة ما خلصتش. تمام، في حد ابتدى يطبق؟ الناس كلها كانت متحمسة للمحاضرة دي بالذات. لا، هو في صورة. طب أنا هفهم مرة تانية للناس اللي لسه
مش شايفة الصورة. لا أنا الموضوع ده أنا بروح التانية، أنا برفع، أنا هرفع لك الصورة تانية لما بس برفع عشان تقيلة بس. تمام، هو سهل فعلا لأن تصميم المواقع ممكن نقول من أقل الحاجات اللي بتحتاج أي حاجة. أنت كل اللي بتحتاجه لتصميم مواقع البين تول، والخطوط بتاعتك تبقى متناسبة. الموقع هو يا جماعة ظهرت الصورة. طيب أحسن ما أنتوا ما تشوفوهاش، أنا عايزاكم أنتوا تبدأوا بنفسكم وبعد كده تشوفوا الصورة النموذجية. تمام، اللي ظهرت عندي تمام، اللي ما ظهرتش أنا كده كده هرفعها على الجروب عشان هيبقى في مناقشة عليها إن شاء الله. تمام، ده لينك الجروب أهو. سوري، ده الأول لينك الكتاب خدوه، وهيبقى ده لينك الجروب. معمولة بزاوية بأكشن خاص معين، هبقى أرفعه على الجروب. اتفضلي يا رهف اسألي سؤال. احنا خلصنا خلاص يا إيمان، مش هيبقى في حاجة جديدة بعد كده، هنرد على الأسئلة بس. عايز الأكشن حاضر، هرفعه بعد المحاضرة لما هي هيبقى موجود مع المحاضرة التانية اللي هتبقى إن شاء الله. بس وصل عندي المونتاج بقى 65% بالنسبة للسواتش ملح. الأكشن عندك مش بيشتغل عشان انت بتدوسي على الجزء الأساسي، ما بتدوسيش على الجزء الفرعي. عايز كل الأكشنات اللي عندي انت داخل على قناة. حاضر تمام، بصي يا نبيلة، دوسي على الجزء الفرعي، هما تلاقي سهمين تحت بعض، دوسي على السهم التاني. تقدري تاخدي الشهادة بس بشرط ان انت تعدي الامتحان الأخير، حتى لو ما حضرتيش محاضرات خالص. بس انت بتحضري محاضرات عشان تستخدم معلومات، لأن احنا بنعيد برضه فيها معلومات ومع آراء الناس وكلام الناس بيبقى طيب. هقدر أشوف التصميم، عايزة محاضرة البنك، حضرتك ادخلي اكتبيها على الجروب وهجيبها لك. لو عايزة نزل من الموقع أيضا، بس عايزة كل مجموعة محاضرة. لا بصي، انت تاخدي المجموعة تنزليها من عندك على الجهاز، مثلا تسمي دي مجموعة اللون الوردي، دي مجموعة اللون الأحمر، سيبيهم عندك على الجهاز. بعد كده تيجي تحملين عندك على البرنامج، تقولي ريبليس. تمام، مش لود، ريبليس. وبعد كده تحطيهم عندك. تمام، بعد كده خلاص انت اشتغلتي باللون الاحمر وخلاص انت عايزه لون تاني، حملي التانيين بس اعملي ريبليس، ما تخليش كتير على البرنامج نفسه. عندك ملحقات، انت بقى تقعد تفنطهم، هتلاقي نصهم اعلانات ونصهم صور. فانت اقعد بقى فمتهم كده مع بعض وارفع لنا جزء منهم. صافي 80 جيجا كلهم صافي ملحقات. انت غني بقى. لا بصي بقى، ما تعمليش لود، اعملي ما تعمليش لود، اعملي ريبليس. احنا ما لناش حاجه جديده، احنا قلنا بقى الحاجات اللي هتبقى اللي احنا قلناها. انا مصدقك يا مينا، بس برفع اهم هنا عشان نتاكد ان استفدت. حد عايز يعرف تصميم عمله؟ في المحاضره الجايه احنا هنتعلم ازاي نصمم موقع زي ده، والطريقه الموجوده لا على الجروب بتاعنا، يا على الجروب بتاعنا. لما انت مش عارف القديم، لان انت ما نزلتش المحاضرة اللي فاتت اللي هي رقم 6. بالنسبة للسؤال بتاعك يا حسام، أنا برفع الصورة. طيب عشان الرفع ياخد وقت، هي الصورة دي معمولة ازاي؟ خدوا يا جماعة ده لينك الصورة. تمام، ده لينك الصورة، هو كتب الأرقام بعد كده عمل لها فري ترانسفورم، واختار الإعدادات اللي هما الأربعة اللي تحت بعض تحت بعض، واختار منها تقريبا في آخر واحدة مش فاكرة اسمها. روح على قائمة إيديت وهتلاقي قائمة إيديت، هجيبها لك، هتلاقي ترانسفورم، اختار آخر واحدة عندك، وبعد كده اسحب باليمين. تمام، واسحب للشمال، هتتعامل معاك بزاوية أو بظهر زي الصورة بتاعتك. اكتب سؤالك في البوست ده، وأنا هجمع فيديو هعمل فيه كل أسئلة الناس، وهبقى حاطة مثال على الصورة بتاعتك. لا التايبوجرافي بيبقى الخط نفسه
متكون من كلمات، زي كان تقريبا مين عامل واحدة، يعني الحرف نفسه بيبقى كلمة، ما بيبقى 3 4 كلمات تحت بعض، ما بيبقاش الصورة. دي سهلة. هذا في حد عايز يعرض تصميم، عايز يعمله، أو عايزين يتطور دلوقتي، اكتبوا بس في نفس البوست وأعمل لكم فيديو. يعني كان في واحد اسمه مينا منزل الفيديو بتاع الطريقة بكذا طريقة. بالنسبة صحيح لمحاضرة يوم السبت، لسه مش أكيد، يمكن يبقى عندي امتحان يوم السبت بالليل، فمش هقدر إن أنا أعرض المحاضرة، فلسه معرفش، لأن عقبال عندكم الجامعة ابتدت عندنا. لا هو كان اسمه كان جنينة، عشان كده الصورة دي سنة ما شاء الله جميلة. أحسن ثواني هسيبها وأعرضها. في حد تاني عايز يعرض صورة يا جماعة؟ أحسنت يا شيماء، مخطوطة رائعة. أولا الموقع ده بتاع مين معلش؟ عبد الباين أو مين؟ أمينة بتاع عز الدين، آسف. أحسنت، بداية موفقة ورائعة، إن شاء الله نشوف الموقع بتاعك ده على الحقيقة. شكرا يا أمينة. دي المخطوطة بتاعت شيماء، الموقع كان بتاع عز الدين، و المخطوطة بتاعت شيماء أهي. ظهرت الصورة يا جماعة، رائعة رائعة جدا، أحسنت، تطبيق جميل. وبعد كده الجاي معانا هنا هنعرض التصميم، عشان انتوا ما عرضتوش تصميم، هعرضلكوا تصميم تعقدوا دلوقتي، وهسأل أسئلة. ده التصميم بتاع مينا، التصميم بتاع مينا رائع جميل جدا. تمام، في حد عايز يعرض تصميم؟ يلا عرضلكوا أنا تصميم، مش كذا بعض، عشان أكيد مش أنا اللي عاملاها. هنسأل أسئلة بقى. طيب، مين هيقول لي الحركة اللي في الشخص دي كانت في أي محاضرة كان اسمها إيه؟ تمام، 5. تمام، في ناس صاحية معايا، أحسنت يا شيماء. تمام، صح، محاضرة البنك. طيب، عندنا الفن ده اسمه ايه؟ صح، 4 مش 5 اهو. دي اسمها ايه؟ دمت. تمام، عندنا ايه تاني؟ جد. طب كده زهرة، حاضر هجيبلك ربط الجروب، معلش يا جماعة حد يجيب لها ربط الجروب عشان البنان على الإيد. حد يجيب ربط الجروب بتاع الكورس بتاعنا، يمكن شايفين الفكرة جت ازاي، يعني فكرة رائعة للناس اللي بتحب البنك. تمام، ده ربط الجروب يا إيزاي، ممكن بيساعدي. تمام، ده تصميم كمان جميل، والتطبيق اللي جاي ده تطبيق سحب الألوان والإضاءة. احنا بنجيب لكم تصاميم عشان ما فيش حاجة عليها أقرار برضه. تمام، ده سحب الألوان ودمج وإضاءة، يعني في كذا فن في المدى. تمام، في حد جاله أفكار بقى عايزة الناس تطبق، الامتحان خلاص مبقاش عليه حاجة، هي الأسبوع اللي جاي يمكن اللي يبقى الامتحان وتسليم الشهادات. الامتحان هو عبارة عن كذا سؤال، سؤال دمج، سؤال تصميم مواقع، وهكذا، يعني مش فاكرة بالظبط. هتسليم الشهادات ازاي؟ عن طريق الايميل. هتصمم تصاميم، هيبقى عندك وقت، هيبقى عندك 10 أيام أو أسبوع تحلها. دورة دي تمام محاضرات، ممكن تفدك شهادة. لا، جاي الثانوية العامة والكوريكتور ده مش عندنا هنا.
هيبقى فيه بروجكت وهيبقى فيه أسئلة، بس هنتواصل مع الأكاديمية. لا المعلومات دي كلها كان هيفيدكم فيها الدعم، بس هو مش موجود. اسألوا الأسئلة دي على الجروب وهيرد عليكم مسؤول الموضوع ده، لأن مش أنا مسؤولة بصراحة. أنا اللي أنا أعرفه إن أنا هصلح لك الامتحان وهعمل أسئلة، والأسئلة كلها هتبقى من الدروس. الناس اللي ما طبقتش ما تجيش تقول ما قلتوش. أنت ما طبقتش، فطبيعي أول مرة تعمل حاجة ما مش تبقى زي آخر مرة، زي أول مرة هيبقى تبقى مختلفة كده. صح، فكرة نزارون مش عارف، بس هي اللي أنا عارف إنها في اسكندرية ومشهورة بسنة 2011، يعني بقى 3 سنين. هحطكم أسئلة تعجبية، هطلع على الدكاترة بيعملوا فيها إن شاء الله. هي الأسئلة مش هتبقى تعجبية، تمام؟ بس هتبقى أسئلة من الدروس بتاعتنا يعني. يعني عبد الحكيم، ميمة، آلاء، مروة، الناس دي مش هتلاقي مشكلة، لأن هي حضرت درس الدرس. الناس اللي فوتت الدرس أو في كل درس هيجي منه سؤال، تمام؟ الناس اللي مش عايزة تدخل الامتحان عادي مفيش مشكلة، مش شرط تاخد الشهادة. أنت أهم حاجة إن أنت استفدت معلومات. لو في حد مش عايز يدخل الامتحان مفيش مشكلة. يعني مش فاهمة حاجة. احنا في اي مستوى؟ احنا في المستوى الاول. في برشام، ولا يتمسك في برشام هنطلع بقى ان شاء الله. احنا بدأنا بالتعرف على الواجهة وعلى البرنامج وعلى الاساسيات على مدار 6 محاضرات. فاتوا بعد محاضرتين تفضل اسأل منك. لو تعرف البلوك فين؟ في الدارين. لو تعرف البلوك في الدارين هتلاقي الناس بتكتب في الشات، بس انت مش قادر تكتب. تجرب كده، اعمل لك بلوك. هاي يا عم، حلو البلوك شكله كده، اتعمل لك بلوك. تمام، يبقى ادخل ببرشام في الامتحان عشان تاخد واحد تاني زي بس بالأدب. حد عنده استفسار يا جماعة؟ احنا بندردش اهو، فاضيين ما ورناش حاجة. من تصميم لا يا جماعة ما تخافيش، انت كده كده هتاخدي الشهادة من تطبيقك، يعني حتى لو ما جبتيش على كل الأسئلة صح ما تقلقيش. يعني 6 محاضرات، فاضل 2. تمام، كل شيء تمام ان شاء الله. اشتراك في المسابقة خلص اصلا النهاردة الأربعاء، ولا بكرة الأربعاء؟ بكرة آخر يوم. طيب هتعمل تعديل يا مينا، ولا هتشترك بيها زي ما هي؟ عشان انا هبتدي انزل صور من النهارده ان شاء الله. واللي هيفوز في المسابقه ليه جايزه جميله جدا. لا دي مسابقه بنك، ماشي اعملي واحد مشترك مفيش مشكله، تبقى تاخدوا هديه تقسموها بقى. لا اكيد هي مش فلوس، ما هجيبلكوا مين فلوس. حاضر، أول لما أقفل بس البرنامج ده عشان تقيل هفتح لك الجروب وأقبلك على طول يا أسماء، بس عشان البرنامج ده تقيل مش عارفة أفتح بس. ممكن تلم من بعض كل واحد 20 جنيه وأنا أديهم للفايز، معنديش مشكلة. الهدية مش لابتوب، الهدية باكج مصممين، الهدية ممنوعات ملحقات. انا بقى ناخدها من هنا ان شاء الله. لا انا ما حلتيش حاجة يا شيماء. انا هعمل لكم باكج دلوقتي وهعمل باكج تانية، ده للناس اللي مشتركتش في المسابقة. يعني الناس اللي مشتركتش ما تفتكرش ان انا مش هيبقى معاها حاجة. لا احنا كل اول ما نخلص الكورس هيبقى فيه هدية لكل مصمم ان شاء الله. باكج هتبقى خاصة بيه ان شاء الله، مش هتبقى مكررة، مش هتضطر تنزل حاجات غيرها. صحيح، على فكرة الناس اللي مهتمة بالدمج والأرت وعايزة تتعلم الموضوع ده كويس، حقيبة مصمم هيبتدوا يترجموا توب سيكريت، الأسطوانات المشهورة بتاعة فوتوشوب، فوتوشوب توب سيكريت، وممكن تتابع معاهم. هو تقريبا هيبتدي من الأسبوع الجاي أو اللي وراه.
في مدونة حقيبة مصمم، مش عارفة بصراحة مين، بس أنا سمعت إن هما هيترجموا. هوريك البوست يعني. حاضر، أنا أول لما أخلص هحطه على الجروب عشان الناس اللي عايزة تشترك تبقى تشترك. وفي على بيج تانية برضو هتلاقوا كورس فوتوشوب مكتوبين برضو، بيبتدي من بكرة تقريبا. كورس يا أحمد، كورس جديد. عايز تعمل كورسات؟ طيب أوكي، ممكن تكلمني يا نينا وأوصلك، دول هيعرفك إزاي تعمل كورسات أو كورس فوتوشوب. لأ، مبتدئين برضو. الناس اللي عايزة ويب ديزاين تكمل مع مهندس علي حمدي، تتعلم ويب ديزاين كله. احنا كده اتعلمناها فوتوشوب، كده الموقع اللي احنا عملناه فيه كل انواع الحاجات اللي عايزين نضيفها او اللي محتاجين نتعلمها. خلاص، انت دلوقتي على فوتوشوب تقدر بالبين تول، بالخطوط بتاعتك، بالصور والالوان، تنتج اي موقع، بشرط ان انت تبقى متخيله على ورقة قبل كده. بعد كده كمل مع مهندس علي حمدي تكويد وتركيب الى اخره. لا، مش انا اللي قاعدة، في واحدة تانية شغالة في موقع عندنا خاص بالفوتوشوب. ماشي، انا هقول لك ازاي تعمل كورس على الدارين. تمام، خلاص، مفيش حد عايز حاجة. طيب اوكي، احنا نقفل وتواصلنا بعد الجروب. انا هقدر ادخلك على الجروب و هنتم التواصل هناك. حاضر، الاكشنز هرفعهم كلهم، بس المونتاج يخلص. الناس كتير يا جماعة، ناس تقولوا دي بنطول في الحلقات. أنا مش عندي أي مشكلة، أنا المونتاج بيخلص معايا في ساعة. مشكلتي في البرنامج بياخد على ما يسيب الفيديو بياخد على الأقل 5 ساعات. الناس اللي بتشتغل عارفة بجد، فعلا نفسيتي هتتعب لأن الكورس ده هيخلص، لأن فعلا اتعودت عليكم. نتقابل كل مرتين في الأسبوع. ان شاء الله الجروب هيبقى شغال، هيتحول اسمه لدعوة مصممين، وهيبقى تحت موقع اسمه فكرة مصممين، وهنعمل موقع خاص بينا، وهيبقى التواصل كله عليه، وهتبقى الكورسات عليه، وهننزل توتوريال جديدة عليه. الناس تتابع، ما تاخدش الكورس وتمشي، عشان احنا هنعمل موقع وهننزل توتوريال كتير وحاجات كتير حلوة ان شاء الله. لو لقيت اسم الجروب اتغير مفيش أي مشكلة، هو بتاعنا بس هنغيره عشان ما يبقاش تحت الأكاديمية. حاجة تانية عايزة أقولها، الكورس فاضل فيه محاضرتين تقريبا، بس المناقشة فاضل مناقشة واحدة، لأن واحدة منهم تقريبا هتتلغي بسبب إن الجامعة بتاعتي ابتدت، معلش هي ابتدت بدري المرة دي، أنا مكنتش عاملة حسابي على كده. الامتحان النهائي هيبقى بعد المحاضرة الأولى، هينزل بعد المحاضرة الأخيرة، هينزل قدامكم من أسبوع ل10 أيام بتكون البروجكت. المفروض الأكاديمية ليها شروط معينة في الامتحان، تمام؟ أنا هاخد منهم الشروط النهاردة وأبتدي أجهز الامتحان. بس أنا عن نفسي لو أنا ما هحط الامتحان من دماغي، هحط مشروع من غير امتحان، لأن أنا مؤمنة إن المصمم مش لازم يحفظ، تمام؟ مش لازم تحفظ الخطوات، ولا انا نفسي بحفظ الخطوات. انا عندي نوتة صغيرة مثلا مكتوب فيها الدمج بيتطلب 1 2 3 4، الريتاتش بيتطلب 12 خطوة تحت بعض هكذا. مش هتضيعش وقتك في الحفظ قد ما انت تفهم وتنفذ، لان محدش هيجي يسمع لك في حياتك، يقول لك، يوقفك في الشارع يقول لك الريتاتش ده بيتعمل ازاي. ده بالظبط الفيزياء كده، حاجة كده ملهاش اي لازمة. فمهمتي من الامتحان، لو انا اللي هحط الامتحان بصراحة هطلب من كل واحد فيكم يعمل لي صورة بدماغه راضي عن هو راضي عن المشروع ده، يدخل بيه الامتحان، بعد كده تقييم الأساسيات بس. لكن امتحان وحفظ ومذاكرة أنا ضد كل ده بصراحة. بس برضه الأكاديمية عشان تديك شهادة معترفة، الأكاديمية لها شروط معينة. المحاضرة الجاية ويب ديزاين، لا خلصنا خلاص. المحاضرة اللي هتنزل بعد المناقشة دي هتبقى ويب ديزاين، اللي هي الجزء التاني، تمام؟ هتبقى 6 الجزء التاني. بعد كده عندنا 7
7 هتبقى سكراب، 8 لو الظروف سمحت انها تبقى دعاية واعلان ماشي مفيش مشكلة، لو الظروف ما سمحتش هديكوا كورس كامل متكامل تحملوه دعاية واعلان. اللي جاي السبعة، اللي جاي السبعة هتبقى سكرابس. محاضرة رقم 8 المفروض انها تبقى دعاية واعلان، بس الظروف هتبقى ملخبطة شوية لان انا هبتدي امتحانات، فممكن لو اتلغت هديكوا كورس كامل متكامل من كل حاجة من ألف لب عن الدعاية والإعلان، وتاخدوه وتذكروه للناس اللي عايزة تكمل دعاية وإعلان، وإن شاء الله هيبقى حنين يوم. ولو ما كانش كده، لو لغينا بتاع الدعاية والإعلان هنحط فيديو للناس اللي هو البوست بتاع الطلبات اللي الناس تحط فيه الطلب بتاعها، هنجمعهم كلهم في فيديو واحد، الناس كلها تشوف كده تفكر تشوف عايزة حاجة معينة نعملها ولا لأ. طيب يا جماعة أنا هقفل دلوقتي وتواصلني بقى على الجروب، هقبل كل إضافات على الجروب، وإن شاء الله التواصل يبقى هناك، وأي حد ما يدخلش يسأل على الامتحان عشان أنا والله نفسي ما أعرفش، بس لو بإيدي هذا مشروع فقط، لكن أكاديمية ليها شروطها. الامتحان امتى؟ هيبقى بعد المحاضرة رقم 8، وهيبقى تسليم مفتوح من أسبوع لعشر أيام على حسب بقى، هنجربهم واحنا نعملهم ونشوف هياخد وقت قد ايه، وبرضه مراعاة للناس اللي بتشتغل واللي بتمتحن، ان شاء الله هيبقى مدته 10 أيام. لا مشروع، مفيش امتحان نظري، بس الأكاديمية ليها شروط معينة هشوفها وهعرضها عليكم. يلا السلام عليكم.